أهلا ومرحبا بكم في توقعات أحوال الطقس اليوم غد الأحد. غادي يكون الطقس حار نوعا ما بالسهول الداخلية والأقاليم الجنوبية مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الوسطى، تقدر تعطي قطرات جد خفيفة خلال الصباح. كما غادي تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، وغادي تلاحظ خلال الظهيرة تمركز بعض السحب الركامية فوق الأطلس الكبير، فيما غادي تبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. غتهب الرياح ضعيفة القوة إلى أحيانا معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق. الآن خليكم مع درجة الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 19 درجة، 16 درجة في مدينة وجدة، 18 درجة في كل مدينتي فاس والرباط، 19 درجة في الدار البيضاء، 17 في مكناس، 18 في مراكش كذلك مدينة أكادير، و 19 درجة في كل مدينتي العيون والداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعه من الامتيازات، اجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في، واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره ملي كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، برامج حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.